بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نعمل النهاردة حاجة بقى نحلي بيها بقنا. كنت قاعدة بالليل كده زهقانة، قلت اما نعمل حاجة ناكلها واحنا قاعدين انا والولاد، تدفينا كده وحاجة كويسة، اللي هي الكب كيك بالبرتقال. البرتقال ده مفيد طبعا عشان البرد، فقلت ادخله ايه في كب كيك كده، تبقى فكرة حلوة، ايه الولاد ياكلوها وتبقى حلوة يعني، وكده ما ناكلها مع بعض. مش هطول عليكم. احنا عندنا 3 بيضات، عندي بيكنج باودر، عندي فانيليا، عندي رشة ملح، عندي كاكاو، علشان ممكن اعمل نصه بالبرتقال والنص التاني هبقى اضيف عليه معلقة كاكاو، كوباية برتقال، عندي 2 كوباية سكر بودرة، عندي 1 كوباية زيت، عندي 1/2 كوباية نشا، عندي 2 دقيق، انا نخلاهم بس 6 شوية ما نخلتهمش، بنفس حجم كوباية البرتقال. تمام كده. نبدأ بقى نشتغل. انا عندي 3 بيضات، احط عليهم الفانيليا من غير لا مضرب كهرباء ولا اي حاجة، بايديا كده، والعملية هتبقى سهلة ان شاء الله. انا بحب احط ايه، رشة ملح بسيطة على البيض عشان بيبقى زفر، يعني يساعد مع الفانيليا. في بيحب يحطوها على الدقيق، انا بحب احطها على البيض. وهضرب. بسم الله الرحمن الرحيم، سهله قوي قوي ما شاء الله، طعمها جميل وهيعجبكم وهيعجب الولاد قوي قوي، وحاجه سهله ياخدوها معاهم المدرسه. تمام كده. ابتدي احط كوبايه الزيت، اي زيت عباد عندي، واقلب ولا مضرب كهربا ولا غيره. يبقى مع بعضه احط 2 كوباية السكر البودرة، الكوباية كوباية تانية، واقلب لغاية ما تنزل كل مع بعض، واحط باقي المكونات. اهو السكر بعد ما قلبته مع الزيت والبيض، اتأكدت ان هو كله اندمج مع بعضه، نحط عليه 2 كوباية البرتقال بتاعتي. بسم الله، نبدأ امسك الخليط كله مع بعضه. اهو تمام كده. اخر مرحلة عندي اللي هي 2 كوباية الدقيق، احط عليهم 1/2 كوباية النشا. انا بحب انخله علشان يعني لو في حاجه كده ولا كده، وفي نفس الوقت ما ياثرش على الكيكه من جوه، يعني كامان للكيكه. هحط بقى شويه شويه كده وانا بقلب. شايفين؟ بسم الله. لغاية ما الكمية الدقيق بتاعتي تخلص، وهدمجها كلها مع بعضها في الخليط السائل. احسبوا معايا ما خدتش في ايدينا اي حاجة خالص. حاجة سريعة وسهلة نعملها بالليل واحنا قاعدين كده، عشان احنا عارفين طبعا ان الشتا ده اصلا بيجوع، اصلا بيجوع على الولاد، فنعمل لهم حاجة تبقى مفيدة ويتسلوا بيها وهم قاعدين، او حتى بيذاكروا. هفضل معاكم لغايه ما احط كميه الدقيق كلها. انا بحط شويه شويه عشان اتاكد ان الخليط كله ايه، اتمزج مع بعضه، علشان لو حطيت كميه الدقيق كلها ممكن ان انا اتلخم فيها وما يتمزجش كله مع بعضه، يبقى في ايه، عجين دقيق باين ابيض في النص. كده كل كميه الدقيق خلاص حطيتها. اهو شايفين كله اتمزج مع بعضه وبقى تمام كده. خلاص الخليط بتاعي جاهز ان انا احطه في القوالب بتاعتي. خليكم معايا، هشيل الكوبايات وهجيب القوالب واقول لكم صبها ازاي. خليكم معايا. رجعت لكم حبايبي، انا جهزت القوالب بتاعتي.
جبت قوالب الكب كيك وحطيت فيها الورق علشان لما اجي اطلعه يبقى سهل الورقه ايه تتشال مع الكب كيك عادي. الحاجات دي متاحه وموجوده عند اي حد يعني ايه مش صعبه ابدا. انا زي ما انتم ملاحظين كده انا جايبه طبق تاني علشان انا عايزه اعمل نصه احط عليه ايه شويه كاكاو يبقى ايه بالشوكليت يعني عشان ابني موصيني ان انا اعمل له بالشوكولاته. لو فضل مني خليط انا ممكن ايه احطه في قالب واسويه ايه زي كيكة عادية. احط هون معلقتين كاكاو عليه اهي وهقلبه برضو كويس. خلي ده انا هصبه في القوالب. بسم الله اهو تمام يا حبيبي اهو جزء منه ده نكتب الكاكاو كده. عندي كل حاجة جاهزة هبتدي بقى ايه اصب في القوالب بتاعتي زي ما انا قلت. نقول بسم الله بصوا انا هعمل ايه هعمل نصها كده. انا عندي شوية شوكولاتة شيبس اللي انا قلت لكم عليها قبل كده عند اللي بيبيع حاجات التورت والحاجات دي قلت احط في النص كده تبقى ايه تدي شكل ايه وطعم للكب كيك برضو حاجة ايه تفرح الولاد. تمام كده صب واحدة ثانية. انا ما عنديش اللي هو الشفشق او الجهاز اللي هو بتاع اللي بتحط الكب كيك بيه عجلة الكب كيك وبضطر احط يعني بدي واغطيها كده. تمام هامله القوالب كلها وهرجع لكم قبل ما احطها في الفرن واوريكم شكلها عامل ازاي. اهو يا جماعه المقدار اللي انا عملته عمل لي الكميه دي اهي وفي ثلاثه بره لوحدهم مش لازم احطهم في الصينيه احطهم في اي حاجه ادخلهم الفرن. دلوقتي احنا هندخلها الفرن ولما تطلع اوريكم شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. قلتلكوا حبايبي بعد ما طلعت الكب كيك من الفرن اهو عايزه اعرف ان هو استوى اعرف ازاي. بحط عصايه شيش طاووق في النص كده اهي لو طلعت ما فيهاش عجين يبقى هو كده كله استوى. شايفين شايفين شكله عامل ازاي. هو طبعا سخن هستنى عليه لما يبرد واروح مطلعه في طبق التقديم. بس هو كده كده الورق اللي انا حاطاه اصلا فيه ايه هو هيخليه يتلم. شايفين اهو شايفين حبايبي كب كيك بالبرتقال الخطير وصل بتاع المهدير اهو بتاع ام باسل اصلا. شايفين طعمه مش قادره اقول لكم. شايفين من جوه عامل ازاي. شايفين الشوكولاته اللي على الوش مديله منظر ازاي. شايفين العجينه من جوه مستويه جميله ازاي. جميل وطعمه تحفه 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 بالبرتقال. البرتقال واضح فيه جدا جدا جدا. بتمنى ان انتوا تجربوا الكب كيك بتاعي بالبرتقال وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجه جديده بعملها. انا ام باسل من قناه ام باسل واستنوني في وصفه جديده جايه ان شاء الله. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.